يعني وين كانوا المدنيين قبل تشرين؟ ما هو أوضاعهم؟ لا كانت موجودين، ومثل ما ذكرت لك احنا منذ بداية، يعني إذا نقصد ما بعد 2003 القوى المدنية، وأنا أركز دائما على أنه القوى المدنية هي ليست فقط الأحزاب السياسية اللي تمثلها، هذا أداء سياسي للمدنية، ولكن هناك أداء مجتمعي، أداء ثقافي، أداء نخبوي، أداء واسع. وعلى سبيل المثال احنا في بداية عملية التغيير بعد 2003 كانت الكثير من الممارسات، يعني هذا الصراع اللي بين نخب سياسية كانت تريد تجر الدستور إلى جوانب لا مدنية، خلنا احنا كنا نسحبها إلى الجوانب المدنية، إلغاء قوانين مدنية احنا كنا نوقف ضدها، وهذا عملية مستمرة من 2003 ولحد الآن. أقدر أعدد لك العشرات من الأمثلة. في الدستور لم يكن بهذه الصياغة في النسخ الأولى، أول مسودة ظهرت تذكر دكتور كانت مسودة فيها نوع من التفويض الإلهي للنخب السياسية بحكم العراق، وقفنا ضدها. كان أكو أساسين؟ لا، الدستور الآن على الأقل بهذه الصيغة كمبادئ مدنية نقدر نستند عليها، يعني حتى لو لم يتم تعديل الدستور وكانت هناك فعلا إرادة سياسية مطبقة حقيقية. هذه المبادئ برأيك؟ لا طبعا ما مطبقة بسبب الأداء السياسي، ولكن لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لتطبيق مبادئ الدولة المدنية مثل ما ذكرنا، المواطنة، سيادة القانون، العدالة الاجتماعية، حتى فصل يعني الدين عن إدارة الدولة، هذه نقدر نسند عليها دستورية.